أهلا بكم أصدقائي الأعزاء مع نموذج جميل من نماذج تحدي الإعاقة. أصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم، مهما هربوا من صعوبات وتحديات كل يوم بيثبتوا لنا إن هم قد التحدي، وإن الإعاقة الحقيقية مش في الأجسام، الإعاقة الحقيقية في العقول. كل يوم بنشوف تجارب ناجحة لأصدقائنا من ذوي الإرادة، وقد إيه هما بقوة إرادتهم وعزيمتهم وبروحهم الجميلة قدروا يتخطوا كل الإعاقات ويحولوا الإعاقة لطاقة. رغم آلامهم ومعاناتهم بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيتحدوا كل صعب بابتسامة أمل، بابتسامة رضا.